ينضم إلينا هاتفيا من المنامة أستاذ إبراهيم النهام الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. في الحقيقة يعني تابعنا مراسم وصول الوفد وعلمنا أنه اتفاقية البحرين مع إسرائيل هناك 5 بنود، ما الذي سيطبق؟ يعني هل هناك جدول زمني موضوع لتنفيذ هذه البنود؟ مساء الخير اختي الكريمه. في البدايه حبيت اؤكد ان قرار اتفاقيه السلام مع اسرائيل هو قرار سيادي لمملكه البحرين، ويخص الامن السيادي للدوله، وهو يعبر عن راي القياده السياسيه والشعب البحريني معا. هذا من جانب. من جانب اخر، الزياره هذه والتي جاءت بمعيه من معيه كذلك فريق امريكي يترأسه وزير الخارجيه بومبيو، هي تاتي استكمالا لبروتوكول اتفاقيه معاهده السلام مع دولة إسرائيل، وهذا أمر متوقع. متوقع أن بعد اتفاقية السلام لن تكون هناك بروتوكولات تكميلية تشمل الجوانب الاقتصادية والجوانب الثقافية والجوانب السياحية وفتح العلاقات ما بين البلدين، وهذا أمر طبيعي. ونحن يعني نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة في مملكة البحرين، ونؤكد على أن اتفاق أو معاهدة السلام مع دولة إسرائيل سيكون بإذن الله لصالح الشعب الفلسطيني، وسيكون داعما لشرعية القضية الفلسطينية وإلى مشروعية حل الدولتين وفقا لقرار 67. كيف نتوقع الان استاذ ابراهيم دورا بحرينيا اكثر دعما للقضيه الفلسطينيه؟ اختي الكريمه، شوفي، انا كنت دائما اؤكد على ان الجلوس مع الاخر امر مطلوب لحل حاله الخلافات. اليوم لا تستطيعين ان ينتهي في عهد العصر الحديث، عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا المتطوره والانفتاح الاقتصادي العالمي والعولمه، ان تضعين الوسطاء بينك وبين من ترينه خصما لك. فاليوم بدلا من الجلوس على الطاولات يعني في الغرف المغلقه واستخدام الوسطاء، نحن نؤيد الجلوس مع دوله اسرائيل، ونؤيد على ان تكون اتفاقيه السلام هذه ضاغطه على دوله اسرائيل في منح الفلسطينيين حقوقهم من مشروعها في وطنهم، دوله ذات استقلال سيادي تعبر عنهم وتعبر عن تاريخهم. والقضيه الفلسطينيه هي قضيه، تظل دائما حاجزنا الاول، وتظل دائما مشروعيتها قائمه. لا تستطيع هناك اي اتفاقيه او اي دوله في العالم ان تزيل هذه الحقوق يا اختي الكريمه او تطمسها. جاءت الملك محمد بن عيسى ال خليفه من مملكه البحرين الاسبوع الماضي على هامش كلمه الساميه في افتتاح دور العقاد الجديد للمجلس البرلماني البحريني، اكد على ان البحرين لا زالت وستظل دائما داعما رئيسيا للقضيه الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني، والبحرين تظل دائما يا اختي الكريمه في السرب العربي تدعم ليس فقط فلسطين، تدعم مصر ايضا في مواجهه التحديات، وتدعم اي دوله عربيه في اوطان العرب وتساندها، لان الامن القومي المصري الفلسطيني البحريني السعودي كله يكمل بعضه بعض. من هذه الحدود التي ترينها على الخريطه مجرد يا اختي الكريمه شخابيط اقلام لا تعبر عن واقع الشعوب العربيه وتطلعاتها. شكرا جزيلا لانضمامك معنا هاتفيا استاذ ابراهيم النهام الكاتب والمحلل السياسي.